الظهر بالسلامة. ألو ألو خالتي عيشة، الحقي الحقي للسبيطار. إيه شكون مات؟ إياك ما باك. ها شوف نوصيك، راه قال لك الورد اللي تقسم في 7 أيام الأولى فيه البركة. يا واش تراكي تدفشي يا بنتك، راها غادي تزيد. الطاكسي الأولى اللي تفوت عليك شديها. إيه ما مات حد صحاب ليه، مالها قلقت، وصل وقتها بعدا. ها شوف راه ما عندي باش نخلص هالطاكسي، نلقاك واقف عند الباب، عرض لي كي نزل انت خلص. يا ودي تا بنتك ترقبي عليها الطحراميات، والله يهديك وها. ما تكترش الهضرة، عرض لي في الباب السبيطار، راك تبقى تحشمني. انا باينه الحشومة على وجه الطراح، قال لك تحشم الله هيلا. يا بسلامة بسلامة، راني جاية لكم. ايوا في السعاية اسمها 4 سوايع، يبان لي انتي غادية جاية. واش هادشي بزاف على الخنات؟ لا يا ودي ديك امك اللي راكي تلاغي عليها، فلوس الطاكسي ما تخسرهمش عليك. اشوفي الغايب بعدا قولي يا ربي يا ربي، وهي ودي واه. يا شوف انت، مول الطاكسي راه يستناك في الدخول، اجري عنده. ايوا ها سمعت اسكورت تقولي راني نزيد عليها، ها شتي بعينك. ماما يا ماما، ومالكم ما تعلموش نجي معاكم؟ ماما شكون يفكر غير كتر عليا الوجع وجابني سعيد في اللوطو ديال واحد صاحبو يجري. عمتي عيشه واضري معاها شويه، راه مصبع وانا واقف هنا، او هي غاديه جايه ونسى جاو من موراها وخرجوا، او هي داك الكول ورا حفاتو بالمشيه. ايه العقون واش خاطرها؟ ايوا انا شحال قد ندير في الخواطر البونسوان، ام الصبح وانا مقوسن هنا ومقوسن معايا تام واللوطو مسكين من قبيله، وهو باغي يمشي وانا نقول له لا استنى غادي يزيدوا دوك البزاوز ونروحوا كاع جميع. غير من جا صاحبي مسكين اللي راه يستنى معايا. ايوا روح روح قبض الراجل يمشي للشغل، واش سحب لك غير واحد وزيد؟ وكيفاش واش غادي عاد نطول كتر من هكا ولا؟ ام اللي راني واقف هنا كتر من 10 اللي دخلوا كاع الى كترون الساعه ويخرجوا. واخا ديك الخفه اللي فيك انت بناتك ما شبهولكش. يا ربي باش تبليت. ايوا روح وكاروح روح جيب لها بعدا ما يخصها، راني مقابلها هنا. جبتو بعدا داك الصاك اللي فيه الحوايج ديال البص؟ وكل شيء جبناه غير طلقنا فيه السع، العصر غادي يودنا وهي غاديه جايه. ايوا رمضان كملناه وزدنا تصابير الله يقبل، ولكن يبان لي البراني عاد مستحلي الجلسه ما يروحوش. اخالتي عيب، مرحبا بها راه منسانه وحتى هي ما عندها حد. ايوا نوطي نوطي عليا من هنا، كيفاش هذه ما عندها حد؟ عندها دارها وعندها وليداتها. ايوا الله يجعل البركه والله. إيوا الله يخلف عليكم ما بنتي، بصح طولت بزاف خاصني نمشي، قال لك داري يا مستر عاري، وسمحوا لي لا طولت عليكم. الا خالتي كاع ما تعاودي لهاش، والله الا راكي بحال ما الله يطول في عمرها. مرحبا بك وما كرهتش تقعدي معنا دايما. ياح خليها تمشي تفك دارها، والشهر ونص وهي غابره عليها، يكونوا رتايلو طوبانتارو رايهم. بنتي طلعي معايا نجمع حوايجي. الله ينعل الشيطان خالتي، الله ينعل ويخزيها بنتي. بنتي الله يخلف عليك والله يكتر خيرك، وراني جلست ليك طب الله. لا عندكي من بكري يقولوها، الله يرحم من زار وخفف. وانتي لا ما سخيتيش بيها، روحي معاها قتلي لها بعدا دوك الرتاي اللي داروا لها العشوش في القنات. تخليني ندخل معها عمتي الطبيبة، أراها المرأة عندي خوافة. لا ما يمكنش بقى هنا. ياكي ياكي الله يرحم لك الوالدين. سيدي راه ما عندناش لوطيل، ولا نقول لك روح دير خدمتي حسن. لا غير روح، لا روحي لشغلك راه ما عندوش تجربة. ايوا روحي تدخلي معها انت، واش تخليها معها بوحدها؟ ما تقلبليش الراس وتعي ربي يفكها على خير. وترى نقولي لي قولي لي كي نقول راني دهشت وفشلوا لي ركابي. ايوا ادعي معاها الله يعاونها ويخرجوا دوك البز اللي قلبت لنا بهم المخ مزيانين، حتى انا ما نعرفش نقول، ياك ما صحاب لك انا الضاويه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا مالك تولي تنعل في الشيطان، واش غادي تشوف ولادك ولا تشوف الجنون؟ خليني عليك ترانكيل ما تلفيليش. يا ربي يا ربي، اغي داك الشي اللي راه يدعيو به الناس تا انا بحالهم. يا ربي راك عارف، اواخا لساني مربوط اقلبي راك راقب عليه. يا طبيبه ويا طبيبه ويا دواء العيانة، اشتقنا لك والهوى نادانا. يا ربي يا ربي، يا البطاط. حر 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 صا واحد البلاص وانت داير هنا كيقزيز بها، راه قلبت لي الراس. يا ودي راه ما كرهتش لو كان داوني نولد في بلاصتها، راه طيحت بيا النص. مبروك عليك سيدي، زادوا عندك زوج وليدات، بنيه وليد، يتربوا في عزك ان شاء الله. مبروك علينا كاملين. واه يا النشاط، واش سمعتي عمتي عيشه صغرتي ولا نصغرتي انا؟ ايه الله اكبر. شوفي العشيه الواحد تعشاي معانا او جيبي راجلك وداركم كاملين، تبقاي تقولي ما فياش الصواب ولا شي حاجه، راني بديت فيك ندي الاول. شكرا سيدي، ولكن سيدي مادام ما غاديش تخرج اليوم، حتى الغدا الا كانت الحاله ديالها وديال الوليدات مستقره عاد تخرج. ايوا هاش تعاود. زعما واخا ما نبغيهاش انا تبات هاك وهاك، ولك تايني الا كان لابد الله يتهنيه ندخل نشوفها. ايوا صبر واحد العشرة ديال الدقائق ونعطيك الاذن. يا مبروك علينا. ايوا قولي صلاة وسلام وانا نزغرت، ولا نقول انا وانتي تزغرتي. يا بلا داك المردوم، واش بغيتي يجريو علينا؟ رانا في السبيطار زعما ماشي في دار باك. كيفاش هادي زعما راهم ولادي جاو للدنيا، واش ما نفرحش؟ خاين انت اللي ولدت، خبارك يجيبوه التوالا. ايوا ها شتي كديري لي خالتي؟ خالتي الخامسة؟ مالكي واش راكي عيانة؟ خالتي خالتي؟ يا مالكي غير تلغاي لها واش تأتمها؟ خالتي الخامسة تبان لي سخفت ولا ما نعرف، ما تردش البال. ايوا واش نمشي نجيب البصلة ولا المفاتح؟ لا لا غير مدي لي التليفون صوني البوش عايب ولا صوني انتي نديوها للطبيب، راها كاع ما تردش البال. وزحمة ما تكونش دارتها بالعاني؟ خالتي والله لا عيب على هاد الشي اللي راكي تقولي. ايوا ها شدي المورو عندك، تمشي تموت وتصدقي في روح واجي مع البوليس، يقولوا لك قتلتيها. ما تخليش عليا الشرف يشدوا ديورهم. اسمعي الا لغاو عليك البوليس روحي لهم، بصح وياكي ردي البال وياكي تجبديني. شتي مرحبا مرحبا فين توصل؟ ايوا شبعي. خالتي صافي بركه السيده، ما عرفنا مالها وانتي غي زايده، واش الرحمه ما بقاتش؟ كما كانت هاد المرأة راها عمت ولادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخالتي الله يهديك. أهي أنا بعدا غي واجدة تبردي فيا جنونك، صفي قلبك انت الأول بعدا عاد هضري معايا. والله واش صونيتي لولدك؟ واه صونيت له غي ولدي ولدي، راه وصل راني سمعتو ريد اللوطو. واش عندها دكتور؟ طمنا الله يرحم لك الوالدين. لا تنسيو طالع لها بزاف، وخاصها ضروري تبقى معنا هاد الليله تحت المراقبه. وعلاش طلع لها هاد لا تنسيو؟ ربما تعصبت بزاف ولا تخلعت ما عرفتش كتوقع، ولكن خاصها مراقبه وخاصها تبعد على اي حاجه تعصبها. يا ودي الله لا يطيح علينا شي باطل، اشكون يعصبها وهي دايره لها كلمه القليل؟ الكلمه كلمتها والراي رايها والشوار شوارها، غير هي بعدا بنادم شابع خنات. الله. قلنا دكتور ممكن نشوفوها؟ واخا ما كان مشكل. هذا السي بوش عايب، واش تراك دير هنا؟ ودي ولدي سعيد جبت عمتي كانت عيانه شويه، وانت واش تراك دير هنا؟ يا نداد وعندي البزاوز اللي يشير واللي يشير، اروح معايا تسلم عليهم. مبروك عليك يا ولدي، ان شاء الله يتربوا في عزك وفي عز امهم.
ها شوفي يبانوا لي الجيران راهم هنا، هتلقيهم جاوا يسلموا عليك. شوفي لا عطاوك شي حاجه شدي، راكي تبقاي ديري في هذيك الحشمه ديال المبجوقات وتقولي لا. وحاجه اخرى، الا جابوا لك شي دانون شي ديسير شي تحلولاق جمعي لي نجي نديهم لخواتاتك. وهرمي العين، راكي تبقاي تخلي داك باش الخلا يديهم يصوت فيهم. اه ماما واش انا عيانه وانت تهضري على هذا الشيء؟ ايوا الوصيه ما تقتل ما تحيي، نعرفكم هبوجات وحالين الفم. مبروك مبروك والف مبروك يا بنتي، يتربوا في عزك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا خالتي، ما عرفتكمش راكم هنا، لو كان جبت معايا شي حاجه قولي لي بعدا بنتي. كليتي شي حاجه ولا مازال؟ ها لا مسكينه والله ما داقتو، كان شوالها شويه سعيد ومن شفتها عطلت واللحم برد صدقتو لوحده اخرى في سبيل الله. تعرفيني نبغي ندير الخير. ايوا بالصحه بالصحه، وخليتي بنتك بلاش وبالعيب العيسى ككره، غادي يطيح لك داك الشيء اللي في لامينيو. ها دوك غير شي صوارح الدياولي. عيشه ما سولتكش واش تا هذاك، غير هو بنتك خاصها شي حاجه حاميه باش دير الحليب. ياس ما بغيت نمشي ندير لها شويه القبوشه حاميه وما لقيتش اللي يجلس لي معاها. ايوا المهم راني غادي نمشي نوجد لها شي حاجه ونولي. ايه علاش تعذبي راسك، امشي سعيد يقول لمو توجد وتجيب معاها مين تجي. معليش راها بنتي. ايوا الله يكثر خيرك يا جارتي العزيزه، هذه ما نلقاك في جنبي. ضاوية اتبعيني سحقيتك. ايوا عليكم السلام على لاله الزاهيه، واش ما شفتيناش؟ سلام سلام. علاش نسلم عليك وانت فين ما ضوى وجهي نلقاك قبالتي الله يستر. ايوا زيد على لاله الزاهيه دخلي تسلمي بعدا على يسمع، راها زيدت واش ما راكيش تشوفيها؟ مبروك عليك يا بنتي مبروك مبروك. ايوا شي يفرح وشي يقرح، وانا نخمم غير في ولدي اللي بله الله بيكم. عزيزي تشوفي البز مزيدهم تبارك الله، تقولي غي انا محطوطين مسطوطين. ايوا تبارك الله تبارك الله، اي حسن عوان باهم في ما دار يشوف كمارتك. واش تا قلتي على لاله الزاهيه؟ لا قلت لك بغيت نسلم عليهم ولكن ما عنديش صرف باش نزررهم، عندي غير 10000 وافيه. حما عليش ما بيناتناش، بصح الا بغيتي الصرف راه عندي نصرف لك. واه